لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم يا ضيوف الرحمن في حصة جديدة من حصص دروس مناسك الحج. كان قد مر معنا في حصص ماضية بعد تمام السعي بين الصفا والمروة الذي يعد الركن الثاني من أركان الحج والركن الثالث من أركان العمرة بالنسبة للمتمتع، بعد أن أتم المتمتع سعيه فإنه يتحلل بعد ذلك من إحرامه بالحلق أو التقصير. أما المفرد والقارن فإنهما يبقيان على إحرامهما، وبمجرد خروجهما من المسجد الحرام يعودان للتلبية. التلبية يعيشون معها بالليل والنهار، كلما تغير بهم الحال من صعود أو نزول أو نوم أو يقظة أو دخول أو خروج، إلا أنهم لا يلبوا في المسجد الحرام، وستستمر معهم التلبية إلى يوم عرفة كما سنرى في حصص قادمة بحول الله تعالى. والسؤال الآن، بعد أن يتم الحجاج الميامين طواف القدوم بعد إحرامهم وأن يتموا سعيهم، فماذا سيفعلون في هذه المدة وهم ينتظرون يوم التروية الذي يعد اليوم الذي يتهيأ فيه الحجاج ويستعدون للخروج إلى منى أو إلى عرفات كما سنبينه في حصص قادمة بحول الله تعالى؟ فما هي الأعمال المطلوبة من الحجاج بعد أن أتموا إحرامهم وطوافهم وسعيهم، بعد أن تحلل المتمتع وأبقى المفرد والقارن على إحرامهما، وسيبقى جميع الحجاج ينتظرون يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة كما سيأتي بيانه؟ فالسؤال المطروح الآن، هل هناك من شعائر الحج أو من أعمال الحج شيئاً يقوم به الحجاج في هذه الفترة وهم ينتظرون يوم التروية؟ أقول لكم يا ضيوف الرحمن، ليس هناك شيء من شعائر الحج ولا من مناسك الحج إلا طواف التطوع لمن قدر عليه ولمن استطاع ولمن تيسر له. وكلنا يعلم في هذه الظروف وفي هذه السنوات التي تقام فيها التوسعة في حرم الله الأمين، نعلم أن المكان ضيق وساحة الطواف ضيقة الآن، ولذلك نرى أنه من الحكمة والفقه أن تتركوا المجال للطواف للطائفين، طواف القدوم أو طواف العمرة، فذلك من أبواب التيسير على أنفسكم والتيسير على إخوانكم. ما عدا ذلك، أوصيكم بعدة أمور يمكن أن تكون منهجاً عملياً تعيشون عليه في هذه الأيام المباركات. اعلموا يا ضيوف الرحمن أنكم ضيوف الله تعالى في حرمه الأمين، وأول ما أوصيكم به هو المحافظة
على الصلوات الخمس في الجماعة، وأنتم تعلمون أن صلاة الجماعة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. ولعلمكم، حتى يحصل المؤمن 100,000 صلاة بمعدل 5 صلوات في اليوم، يجب أن يعيش 55 سنة وبضعة أشهر حتى يحصل 100,000 صلاة بمعدل 5 صلوات في اليوم. ولذلك الصلاة الواحدة تعدل تقريبا عمر إنسان، فلا تحرموا أنفسكم هذا الفضل العميم. وبذلك أوصيكم أن تخرجوا مبكرين إلى المسجد الحرام حتى تجدوا مكانا ظليلا داخل المسجد، ولا تضطروا للمكوث في الشمس، علما وأن حرارة الشمس مرتفعة وهي تكتسي خطورة كبيرة. وأذكر نفسي وإياكم الآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن فضل المسجد الحرام، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، يقصد به المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. والصلاة في المسجد الحرام كما ذكرت لكم تعدل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، والصلاة في المسجد النبوي تعدل 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الأقصى تعدل 500 صلاة فيما سواه من المساجد ما عدا المسجد الحرام والمسجد النبوي. فهذه فرصة نادرة وهذه فرصة ثمينة، فواظبوا على صلوات الخمس في المسجد الحرام، واخرجوا إليه مبكرين، وخذوا أماكنكم برفق ولين. وأوصيكم يا ضيوف الرحمن بالإكثار من النوافل والإكثار من قراءة القرآن الكريم. حاولوا أن تعقدوا أكثر من ختمة في المسجد الحرام. وأوصيكم بالمواظبة على ذكر الله تعالى، فالذكر من أجل العبادات، كيف بكم وأنتم بجوار حرم الله الأمين. كما أوصيكم يا ضيوف الرحمن، أوصيكم بالدعاء، بالدعاء بالليل والنهار. أنتم ضيوف الرحمن، دعاؤكم مستجاب وحوائجكم مقبولة، فلا تضيعوا هذه الفرصة. استشعروا قول الله تعالى حين قال: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. استشعروا قول الله تعالى حين قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. استشعروا قول النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: الدعاء هو العبادة. فألحوا في الدعاء، واجأروا إلى الله تعالى بالدعاء لأنفسكم ولأهلكم وذويكم ولجيرانكم وأصدقائكم ولبلدنا تونس ولسائر بلاد الإسلام والمسلمين. ادعوا بخيري الدنيا والآخرة، فدعاؤكم مقبول وحوائجكم مجابة بإذن الله تعالى. كما أوصيكم يا ضيوف الرحمن بحسن معاملة إخوانكم الذين يشاركونكم السكن، الذين يجالسونكم في الحرم، الذين تحتكون بهم في طريقكم إلى الحرم أو إلى سكنكم. اذكروا الشعار الذي رفعناه من الحصص الأولى، وهو: لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أنتم سفراء بلدانكم إلى البقاع المقدسة، فكونوا خير سفراء، وكونوا أحسن من يعامل إخوانه برفق ولين. تعاونوا مع البعثات الرسمية والتنظيمية من إخوانكم المرافقين والمسؤولين وإخوانكم المرشدين، السادة الوعاظ والسادة الأئمة
هم في خدمتكم ليقدموا لكم النصح والإرشاد والمعلومة، وهم عون لكم على إقامة شعائركم. هكذا ينبغي للمؤمن أن يكون سوياً مستقيماً مع الله تعالى، مجتهداً في طاعته، مبتهلاً إليه بالذكر والدعاء آناء الليل وأطراف النهار. وهكذا ينبغي أن يكون الحاج حسن المعاملة مع مرافقيه ومعاونيه ومع إخوانه أجمعين، لتظهروا بمظهر الكمل من الأنام. كما أوصيكم يا ضيوف الرحمن وأنتم في مكة في فترة الحج ألا تشغلوا أنفسكم بالأسواق وكثرة التجوال في الأسواق، فإن ذلك يقلل من تركيزكم على العبادة، وإن ذلك يهدر كثيرا من أوقاتكم وطاقاتكم إلا ما كان لابد منه. كما أوصيكم بالمحافظة على جرعات الأدوية وعلى الغذاء المتوازن السليم، وعلى أخذ ما تستحقونه من الراحة، فصحة أبدانكم بعد فضل الله تعالى هي زادكم إلى الأعمال وإلى الشعائر. وأسأل الله تعالى أن يكتب لكم السلامة والأمان. وأود الآن يا ضيوف الرحمن أن أحدثكم عن الهدي وعن الفدية، فقد تم الحديث عن الهدي وعن الفدية، والهدي واجب في حق المتمتع والقارن، وهو واجب في حق من ترك واجبا من واجبات الحج. فما الهدي يا ترى؟ الهدي معناه أن تقدم ذبيحة لفقراء الحرم، إما أن تقدم ذبيحة بدنة يعني جمل أو بقرة أو شاة، ولا يكون الهدي إلا في مكة لقول الله تعالى هديا بالغ الكعبة. أما الهدي ففي شأنه يقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد أي من فقد المال ولم يجد ما يشتري به هديه فماذا يفعل؟ فعنده حل آخر يعوض الهدي الذي هو الذبيحة بالصيام. قال تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يعني صوم الحاج 3 أيام من يوم إحرامه إلى يوم التروية، وإذا ما قدرش يصوم أيام التشريق، ويصوم 7 أيام بعد أن يعود إلى بلده وموطنه. هذا هو الهدي. أما الفدية فهي أيضا صدقة أو قربان أو صيام، إما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يتصدق بإطعام 6 مساكين، وإما أن يذبح شاة أو كبشا يقدمه لفقراء المسلمين لقول الله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وإذا كان الهدي لا يؤدى إلا في الحرم وفي مكة فإن الفدية يمكن أن تؤدى في الحرم، ويمكن أن تؤدى في بلد الإقامة بعد عودة الحجيج. وسأزيد الحديث عن الهدي في مستقبل الأيام مع الدروس القادمة، والله أسأل أن يوفقكم وأن يكلل أعمالكم بالنجاح. وأوصيكم ألا تنسون في صالح دعائكم، يسر الله لكم القيام بشعائر الحج وتقبل سعيكم وغفر ذنبكم وأجاب دعاءكم ولبى نداءكم. هذا والله تعالى أعلم وهو أجل وأكرم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
وددت أن أقدم لكم في بداية هذه الحصة بعض خصوصيات الحرم المكي الشريف. فحرم الله الأمين ليس كسائر بقاع الأرض، والمسجد الحرام ليس كسائر المساجد كما بينا في الحصص الماضية. ولذلك هناك خصوصيات لحرم الله الأمين، وأول الخصوصيات أن الله تعالى جعله أمناً وأماناً للداخلين إليه، ونستقي ذلك من قول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم: ومن دخله كان آمناً، صدق الله العظيم. إذن حرم الله الأمين ينبغي أن يكون أمناً وأماناً لكل من دخله، وهذه مسؤولية ولي الأمر، وهي مسؤولية القائمين على المسجد الحرام، وهي مسؤولية الحجاج ومن يرتادون هذا المسجد الحرام. ولذلك ينبغي أن يكون من دخل المسجد الحرام أمناً وأماناً على كل المتواجدين فيه. ومن خصائص المسجد الحرام أيضاً أنه لا يدخله كافر ولا يدخله مشرك، لا يدخله غير المؤمنين. ومن خصائصه أيضاً أنه لا يدخله مؤمن البتة إلا محرماً، لا يدخل إلى المسجد الحرام طبعاً غير أهله القاطنين من حوله وغير العاملين. فمن أتى إلى مكة زائراً لا يجوز له أن يدخلها إلا محرماً. كذلك لا يجوز صيد حيوان الحرم ولا يجوز تنفيره، ومن ذلك الحمام الذي يعيش في الحرم ومن حوله، فلا تنفروه ولا تفجعوه. وكذلك من خصوصيات الحرم أنه لا يقتلع نباته ولا يخضد شوكه ولا يختلى خلاه كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تلتقط لقطته. اللقطة هي الشيء الضائع من مال أو مصوغ أو حقيبة، فإذا وجدت شيئا من ذلك فلا تأخذه أيها الحاج الكريم إلا من عرفه كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعنى إلا من عرفه أي من أخذه للدوائر المعنية التي تجمع كل هذه الأشياء المفقودة ليطلبها أصحابها، ما عدا ذلك لا يحق لك أن تأخذ شيئا مالا ولا حقيبة ولا متاعا ولا مصوغا ولا أي شيء من ذلك القبيل. كما أنه لا يجوز أن يأخذ الإنسان محرم كان أو غير محرم أن يأخذ من تراب الحرم أو من حجر الحرم، كما لا يجوز أن يأخذ من تراب أو حجر منى أو المزدلفة أو عرفات، إما تبركا أو ليتيمم عليه في بلاده بعد العودة بنية وقصد التبرك، فكل ذلك لا يجوز ولا يشرع. فانتبهوا إلى هذه الخصوصيات يرحمكم الله. والآن اسمحوا لي يا ضيوف الرحمن أن أنتقل بكم مباشرة إلى يوم التروية. فما هو يوم التروية؟ وما سر تسميته بيوم التروية؟ يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة. اليوم الثامن من ذي الحجة يعني اليوم الذي يسبق اليوم التاسع، يعني اليوم الذي يسبق يوم عرفة. هذا اليوم يوم التروية أولاً لماذا سمي بيوم التروية؟ قيل سمي بذلك لأن سقاة الحجيج، يعني كلنا يعلم أن السقاة وسدنة البيت والذين يعتنون بالحرم كل أولئك يتوارثون هذه المناقب وهذا الشرف، ومن ذلك مفتاح الكعبة الشريفة يتوارثونه جيلاً بعد جيل.
السدن والسقاية ومفتاح الكعبة من اليوم الذي سلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أولئك الأقوام، فهم يتوارثون هذا الفضل جيلا بعد جيل. السقاة هم المسؤولون على سقي الحجيج، كانوا يتأهبون يوم التروية بحمل كميات كبيرة من ماء زمزم ينقلونها إلى منى وينقلونها إلى عرفات. لماذا؟ يعدونها لشراب وري الحجيج الذين سيقيمون بمنى وسيقيمون بعرفات. إذن هو يوم استعداد السقاة لنقل الماء إلى تلكم المواضع لسقيا الحجيج. وبذلك فهذا اليوم فيه عدة أعمال. أول شيء أننا ندعو المتمتع، المتمتع الذي كان متحللا من الإحرام وليس متلبس بالإحرام، هذا ندعوه بعد فجر اليوم الثامن ونقول له: أنت قمت بالعمرة سابقا وتحللت منها بالتقصير أو بالحلق، الآن تهيأ للحج، ستبدأ الآن في أعمال الحج. بماذا سيبدأ؟ سيبدأ طبعا بالإحرام. ولذلك يحسن بالمتمتع بعد فجر اليوم الثامن أن يغتسل وينظف ثيابه، وإذا كان رجلا فيرتدي الإزار والرداء كما بيناه لكم في حصص سابقة، ثم ينوي إحرامه بالحج، كأن يقول: اللهم إني نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، اللهم فيسره لي وتقبله مني يا أرحم الراحمين. ثم يلبي التلبية الأولى، والتلبية الأولى واجبة، أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يعيد هذه ويكررها مرارا، الرجال يرفعون أصواتهم بها والنساء تسمع الواحدة منهن نفسها فقط. والمرأة كما بينا في الإحرام سابقا تحرم في وجهها وكفيها، أي تحرم بكامل ثيابها غير أنها تكشف الوجه والكفين، فلا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازان، تنوي كالرجل حجها وتلبي كالرجل. ثم بعد ذلك إن كان الرجل مرتكبا لمحظور من محظورات الإحرام، كأن كان مرتديا لتبان أو لثوب أو لغيره لضرورة، فإنه ينوي الفدية عن تلك المخالفة، كأن يقول: اللهم إني أنوي فدية عن كل مخالفة أو محظور. ثم بعد ذلك ينتظر الحجاج موعد خروجهم إلى منى. وهنا أذكركم يا ضيوف الرحمن بمسألة الهدي التي تحدثنا عنها في حصة سابقة. الهدي كما نعلم هو تقديم ذبيحة لفقراء الحرم، لقوله تعالى: هديا بالغ الكعبة. ولكن نظرا لما ينفع المؤمنين أكثر، فقد قامت السلطات السعودية مشكورة بإعداد مسلخ عملاق، وأعدت شركات تنوب عن الحجاج في ذبح الهدي والأضاحي، وتقدم اللحم الزائد عن فقراء مكة إلى فقراء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وبذلك يمكنكم أن تقتطعوا مقتطع هدي كما تشاءون، خروف أو بقرة أو جمل، كل ذلك موجود وميسور. تقتطع هذه التذكرة معلوم الهدي، وبذلك فقها تعدون قد وكلتم تلك الشركة أن تنوبكم في ذبح الهدي، وهذا جائز. بمجرد أنك تقتطع تذكرة الهدي تنوى أنك وكلت البنك أو الشركة أنها ستنوب عنك في ذبح الهدي، وهذه عملية منظمة وميسرة وفيها منفعة أعم للفقراء والمحتاجين في مشارق الأرض ومغاربها.
يقدم الهدي المتمتع وجوبا والقارن وجوبا، لكن يمكن للمفرد إذا أراد أن يتطوع أن يقدم هدي تطوع، هذا جائز ومشروع، فيجوز شراء مقتطع الهدي يوم التروية أو قبل ذلك بيوم أو يومين، لا حرج في ذلك. ثم بعد ذلك ما هي أعمال يوم التروية؟ الأصل وما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم التروية أي يوم الثامن من ذي الحجة خرج إلى منى بعد شروق الشمس، فحط بها الرحال عند موضع مسجد الخيف، ومسجد الخيف هو المكان الذي حط فيه النبي صلى الله عليه وسلم رحاله وبنيت فيه خيمته، فأقام بمنى يوم الثامن بأكمله وليلة التاسع وفجر التاسع، وبعد فجر يوم عرفة بعد فجر اليوم التاسع دفع بمن معه إلى صعيد عرفات. هذه هي السنة في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لعلمكم يا إخوة الإيمان فإن النبي عليه الصلاة والسلام حج ومعه على أقصى التقدير في الروايات 120,000 أو 124,000 حاج، فكيف بنا نحن في هذا الزمان بفضل الله تعالى يحج الملايين، 3 ملايين و4 ملايين أو أكثر من ذلك. وبذلك فنقول ما حكم المبيت بمنى يوم التروية وليلة التسعة؟ حكمه سنة، من تيسر له ذلك وكان عارفا وقادرا فذلك الأفضل، ومن لم يتيسر له ذلك كأن كان في حج منظم يعسر فيه نقل الملايين من محطة إلى محطة في وقت وجيز، وبذلك فأصحاب البعثات الرسمية والمنظمة دوليا كلهم يتوجهون بالحجاج عبر الحافلات إلى عرفات مباشرة، يتوجهون إلى عرفات ويوم 8 وليلة 9 ما فيها حتى شيء من أعمال يوم عرفة، إنما فقط المواظبة على الصلاة في وقتها، يصلون جماعات إذا سمعوا النداء في مسجد نمرة وهو الموجود في عرفات كما سنبينه في حصة قادمة بحول الله تعالى، يؤدون صلاة الظهر في وقتها 4 ركعات كما هي، وصلاة العصر كما هي، وصلاة المغرب كما هي، وصلاة العشاء كما هي، وصلاة الفجر والصبح ليوم التاسع كما هي. والنبي عليه الصلاة والسلام حين أقام بمنى في يوم التروية أقام وأتم صلاته ولم يقصر ولم يجمع، هذا هو الهدي النبوي في شأن يوم التروية. فمن ذهب وأقام بمنى ثم توجه صبيحة اليوم التاسع فلا حرج، وتلك هي السنة. ومن لم يستطع أو لا يعرف المكان أو كان منضويا تحت الحج المنظم فإنه يتوجه إلى عرفات مباشرة ويؤدي صلواته في وقتها ويكثر من ذكر الله ومن تلاوة القرآن، ولا شيء عليه بفضل الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، وهو أجل وأكرم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.